السلام عليكم. اليوم راح لولاية وهران، وفي الضبط بالضبط في منطقة بير الجير، لنعرفكم عن هذه الإقامة السكنية اللي راهي قيد الأشغال، واللي أكيد تكون إضافة للمدينة بصفة عامة تاع وهران، اللي راهي تعرف طفرة كبيرة، يعني طفرة عمرانية كبيرة. إن شاء الله تتعم هذا الحومة نتاع البناء هذه والتعمير في كل المدن نتاعنا. أترككم تتبعون، والسلام عليكم.